بل حتى لو أراد أحد أن يصلي بعد الوتر فلا بأس، لكن الأفضل أنه إذا سلم الإمام صلاة الوتر تقوم وتشفع بركعة، ثم تصلي مثنى 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 ثم تختم بركعة. ولو صلى أحد أيضا بعد الوتر جاز، إنه قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس.